على جبل جرزيم في الحتة دي في قصة كتابية جميلة جدا حصلت من يوثام، وأخبره يوثام فذهب ووقف على رأس جرزيم ورفع صوته ونادى وقال لهم، قال للشعب: اسمعوا يا أهل شكيم. من على المكان ده بيكلم أهل شكيم اللي هم في الوادي الموجود، الوادي ده اللي قدامنا جبل عبال وإحنا على جبل جرزيم، والوادي ده اللي فيه بيوت دلوقتي، بيقول لهم اسمعوا وبيحكي لهم قصة. بيقول لهم إيه؟ مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا، فقالت للزيتونة، راحت لشجرة الزيتونة وقالت لها املكي علينا. فقالت لها الزيتونة: أترك دهني الذي به يكرمون الله والناس وأذهب لأملك على الأشجار. شوف لما الواحد يبقى عارف قيمة نفسه، لما الواحد يبقى فاهم هو مخلوق ليه، هو ربنا عمله عشان ايه، بيعرف قيمته. الزيتونة عرفت قيمتها، فالملك ما بقاش يهزها، ما بقتش عايزة تبقى ملكة ولا عايزة تاخد مكان غيرها ولا عايزة تتسلط وتملك ويبقى عندها وعندها وعندها. هي شبعانة باللي عندها، هي عارفة قيمتها، هي عارفة هي اتخلقت ليه. ثم قالت الأشجار للتينة: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها التينة: أأترك حلاوتي وثمري الطيب وأذهب لأملك على الأشجار؟ عارفة، عارفة حلاوتها، عارفة قيمتها، عارفة هي بتأثر في الناس إزاي، عارفة هي بتأثر في المجتمع إزاي، عارفة إنها بتقوم بدورها وبتقوم بدورها صح، وما عندهاش أي صغر نفس، حاسة بالأمان في اللي هي بتعمله لأنها موجودة في مكانها. عارفين البازل، لعبة البازل كل حتة مرسومة على التانية بالظبط على قد المقاس، مقتنعة بيه وفرحانة بيه. ده اللي عملته الزيتونة، وده اللي عملته الإيه؟ شجرة التين. طب هنشوف بقى حصل إيه. فقالت الأشجار للكرمة، راحت الكرمة وقالت لها إيه؟ تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها الكرمة: أترك مصادري الذي يفرح الله والناس وأذهب لأملك على الأشجار. نفس الشيء، دي أشجار ودي ثمار ودي بلانتس، عارفة قيمتها. وأنا وإنت عارفين قيمتنا؟ وأنا وإنت عارفين إحنا مين؟ خايفين من ده ياخد مكاننا وده ياخد مكاننا، والصراع على المركز والصراع على الفلوس والصراع على القوة، ولا أنا عارفة أنا بعمل إيه ومرتاحة في اللي أنا بعمله. الناس تتكلم عليا، الناس تقول اللي عايز يعمل أي حاجة يعملها، أنا فرحانة باللي أنا بعمله وعندي سيكيورتي وعندي راحة وعارفة تأثيري. ودي النعمة اللي ربنا عايز يديها لك النهاردة، السيكيورتي إنهم، الأمان فيه، الأمان في دعوتك، الأمان في خدمتك، الأمان في جوازك، الأمان في تربية أولادك، الأمان في علاقاتك. عارفين العالم كله في حروب ليه وفي مشاكل ليه، في البيت وفي الشغل وفي العالم وفي بين البلاد، إن كل واحد عايز أكتر، كل واحد مش حاسس بالأمان وحاسس إن أمانه إنه يبقى عنده أكتر، يبقى عندي فلوس أكتر، يبقى عندي عربيات أكتر، يبقى بلبس أحسن لبس أكتر. مش ده الأمان. الأمان إنك تعرفي أنت مين، تعرفي هويتك، تعرف أنت مخلوق لإيه وبتعمل اللي أنت مخلوق عشانه. طب شوفوا بقى واحد مثل تاني لواحد ما عندوش أمان. راحت برضو الأشجار للعوسج، العوسج ده اللي هو الشوك، قالوا لها إيه؟ تعالي أنت وأملكي علينا. فقال العوسج للأشجار، بص بقى الرد اللي يبين عدم الأمان والكنترول والسيطرة: إن كنتم بالحق تمسحوني عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي، يعني قدم حماية مزيفة، وإلا فتخرج نار من العوسج وتأكل أرض لبنان. يعني لو ما عملتش اللي أنا بقول عليه وتنفذ كلامي وتمشي زي ما بقول لك بالظبط بالظبط بالظبط، ناري هتطلع عليك وهاكلك، هفتري فيك، هنتقم منك،
هحطمك، مش هيقوم لك قومة. شايفين الفرق بين الاتنين، بين الزيتونة والتينة والكرمة والعوسك؟ انت النهاردة عايز تبقى ايه؟ شفنا امثلة يثام قالها للشعب، نتعلم منها كتير. تعالوا نختار مع بعض اننا نعرف قيمتنا في المسيح، نعرف احنا مخلوقين ليه، نعرف مواهبنا ونقدرها ونشكر ربنا عليها ونتاجر بيها، وما نبصش لغيرنا، ولا نبقى عايزين نسيطر ولا نحكم ولا نتحكم ولا ننتقم، ولا ان احنا بس اللي صوتنا يعلى واسمنا يبقى موجود. لكن الجمال في اننا بنخدم الله والناس، بنفرح قلب الله وبنفرح قلب الناس، زي التينة وزي الكرمة وزي الزيتونة.